الحمد لله حقق الهدف المرجو من إنشائه، إنه إحنا خلال الفترة الصغيرة اللي هي بدأت من 10/1/2016 حتى الآن قدرنا الحمد لله نستقبل أكثر من 650 ألف زائر، وساعدنا جدا يعني زيارة قرابة 5000 شقيق عربي وأفريقي لهذا المكان، لنؤكد على رسالة السلام لهذا المتحف، لنؤكد على رسالة الترابط بيننا وبين هذه الشعوب الأفريقية، لنلفت انتباه العامة كبارا وصغارا إلى أهمية نهر النيل، لنعيد سطر صفحة جديدة من تاريخ مصر بعد رفع الوعي لدى شباب مصر وبراعمها تجاه هذا النهر، من ناحية المحافظة على استخدام كل خطرة مياه والحد التام لتلوث هذا النهر العظيم الذي وهبنا الله إياه من الجنة، لنستطيع استكمال مسيرة التنمية في مصر وتحقيق كل ما نرجوه من تنمية مستدامة على أرض هذه الجنة.